لا يجوز الإنسان دام طالما الإنسان دخل إلى بلاد وأدخلوه خلنا نقول بفيزا يعني بإذن، أدخلوه بإذن وقالوا هذه قوانيننا وتلتزم بها، يلتزم بالقوانين ويدفع هذه الضريبة وهو كاره، لكن لا يكذب، لا يكذب، لا يغش، لا يخفي. يعني أنا أذكر يعني للأسف يعني كان بعض كنت في فرنسا في إحدى السنوات، فبعض الشباب هناك الحكومة هناك تعطيهم يعني بدل مالي مقابل عدم الشغل، إنه لا يعمل فتعطيه نفقة الحكومة مبلغ إنه قدره ما أدري كم، فبعضهم يأخذ هذا المبلغ ويعمل، هو ممنوع تعمل أو تأخذ هذا، لكن تعمل وتأخذ ممنوع قانونا. فيقولون الإشكالية ماذا؟ يقول الإشكالية أن الحكومة الفرنسية تدري عنهم، يعني البلدية أو المكان الذي يعطيهم هذه المكافآت يعرف أنهم يشتغلون وأنهم يأخذون هذه المكافأة، لكن المشكلة أين؟ المشكلة يقول المسلمين كذابين، هكذا يقولونها، يقول المسلمين كذابين، يجون يقولون إحنا ما نعمل هم يعملون ويأخذون من هنا ويأخذون من هنا. يعني هؤلاء يشوهون صورة الإسلام، قاعد يرسلون رسائل سيئة جدا على الإسلام. في ناس تخرج من هذه البلاد أو غيرها من بلاد الإسلام يذهبون يدعون إلى الله، هؤلاء يذهبون إلى هذه البلد ويصدون عن سبيل الله، بين يظهرون أن المسلمين كذابين، يغشون، ما يدفعون المستحقات التي عليهم، يشتري وما يحاسب، يركب الباص وما يدفع التذكرة، يشتري أقساط وبعدين يسافر ولا يسدد هذه الأقساط. كل هؤلاء يرسلون رسائل سيئة عن الإسلام، ينفرون عن الإسلام. فالأصل الإنسان التزم قوانين البلد يفعل هذا وهو كاره، لكن ما يشرب الخمر وهو كاره أو خنزير، هذا غير ملزم بهذا، لكن القوانين التي وافق عليها قبل الدخول إلى هذه البلد يلتزمها، لكن يدفعه وهو كاره كما قلنا.